السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راجين إن شاء الله عن تتمكن الفنانة باتون القاضي والنقدي من تنضم لنا على البث، ونعود إن شاء الله ونبدأ الحلقة. إلى اللي قد ذاك صح هو اللي راجين، وإلى اللي ما قد صح رانا إن شاء الله نحاوله إن شاء الله في حلقة أخرى. واصلكم صوتنا وصوت الموسيقى. إذا عاد صوت واصلكم قولوا هالي. مرحبا بكم أهل السعودية، ومرحبا بكم أهل موريتانيا، ومرحبا بكم كاملين. تحياتي أنا لكم أنتم، ومرحبا بكم سهلا وسهلا. الصوت واصل يا سيبون راجين إن شاء الله عنا نتمكن، وكي قلت لكم من تنضم لنا الفنانة باتو نتمكن منها تنضم لنا. ذاك هو اللي راجين، وفي انتظار ذلك ان شاء الله الله بعد نخلوكم مع هذه الفنانة المولي العظيمة تقبلها الله في الصالحين ديم تاب. الله اللي وخيت بكم كاملي. غسلت زعيم ولاد وديت حفل عظيم الدوايق، قطعت معاه عناد الزي وكان مقطوع في الوداي. سلت الدرغام الهزبر لارجو بسخاه تخبر، كان عن وراه تكبر شاد العهد اللولاي، وبلف من العرب معبر كان ظل الدم شلاي. ورسلت زعيم ولاد ودي تعف العظيم الدواية، وقطعت معاه عناد الزي وكان مقطوع اهل داية. ان شاء الله وخيرت الحوض، والله بعد اللي راني ملبي الدعوة حتى وخيرت بكم كاملين أهل موريتانيا، وخيرت بالإخوة المغتربين في جميع أنحاء العالم. لأن ما أعتقد أن نتفكروا أننا نجبروا اختلافاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
احنا شوي عندنا لاحظت عندنا شوي فما شوي من ارتباك غير اللاعبين حاله كاننا تنضم لنا الفنانه وهذا يعني بعد صعب عليها تفانت للاسف ما قد صح وخرت مختوري واللي يقول قاعد عند النختير لنوبة مش شباح وخسر همية غير لا عجلة قبل صلاح والعجلة والتقلاب ما هم عندي الصواب قد لي وخل مصاب حد له ولا صح تقلابي والجواب بدون ما هم مش وتكساح والعندي من الحجاب كون اني الفتاح قاعد عند النختير لنوبة مش شباح وخسر همية غير لا عجلة قبل صلاح اللي معهم بخول في الريت منه محصول في قاعدين نقول حيا على الصلاح ونحاني من مرسول يلحقني كل صباح هم اللي وقت تخوض الحوانت المراح قاعد عند النختيل انه مش شباح وخسر همية غير لا عشت قبل اصلاح هذا الوكر الله بأسبوعين هاي قاع مبدى سلي ولا ورد سلام ملي وتوف اللاذي قد اللي مورا منك يلف الراية مري لو خاض تحشلي اللي يعطيك القرشاية مقل انك عندك في اللي عنده فيك الغاية غاية هذا العملاق برهوم والبرهوم هذا بعد زين لو ما شفت عليك يخليك شوي من اللي متواليك من عزتنا مختل عليك اثرك يعطبني قاع اغلاك ونفعني حامد للي فيك ذاك وذنبتي عدت معاك ما نبغيك ولا ما نبغيك وانا عيني بعد من وراك غالبني من زلت نحاذيك وتركك قاع اغلب لي من ذاك في غاية نجبر مخلوق ملانا فطان وصدوق واخباري في الناس موثوق ذيك الوثقة الاقصانية ما هو عشداني قد دروق الاخبار بصيفة قصرية عرفني ذيك هذا العرات تخميمة تهزينة فيا والله يا كاني راشد زاد ذي قدي مخزبية هذا محفوظ لعبو هذا بعد زين في غاية نجبر مخلوق ملانا فطان وصدوق واخباري في الناس موثوق ذيك الوثقة الاقصانية ما هو عشدان يقد دروق الاخبار بصيفة قصرية عرف لي كان العراد عرف لي كان العراد تخميمة تزينة فيا والله يا كان راشد زاد قدي مخزي بي حزن هذا سكت
سامعين حس الموسيقى اياك. بلدها في المديورة. والله لا مسكين. ليش يا سيدي احمد درار المبارك شهور وحارك وين مجاه الليل بار منه هو المبارك. مسكي ما ريناها فاتو ما ريناها. حاولنا عنا نجبروها خير لا راه عندها مشكله. قال لي ما نراوها ان شاء الله وبعد في الحلقه ندور نراوها حلقه اخرى. لا لا عندها دا عندها مشكله في الاتصال ولا ما عرفت منو هو المبارك. بيانا وكرتي وشات وحكم دار والمليزمات وحكم واجيل وحمضات جيت جيت العصايب غايب تال مالي والمال فات فرقيب مرور سايب ناقب العصايب ما مبات كون فات ونعايب قبل الرم تش الحقاع عشكيت اني صايب عني لاهي نبغي ذراع والله نبغي العصايب. والله لا حاول نتصل بها غير ما قدرنا نجبرها. الله لي مثقل حد مر عقله باللي عوصبر مربوط بحد وذاك مربوط بشي عنه خافي استخمام وافي والصبر وافي والزمن وافي يبات ام اللي ما نعس ليل ما هو كافي عش يلعب بيه الغيوان مستقبل مره ومقاي. محمد بن السلم بعد مغني من الدبور بعد زين. والله اللي محييكم احنا اهل المدينه المنوره وخيرت ومحيين ام اللي اهل الفصاله محيين الموريتاني كاملين ومحيين الموريتانيين كاملين مولي في الغربة وهذا بعد زين. مذكور الشرق وخريف عقب دهره ما فيه ريف ريفي يحثي ونزيف من السنين تراماتو من طول الشد ونزيف صدرو ماتو تماتو وامورو اللي مات كيف سدو والطلح ماتو ماتو لنعرف كان واد بقرفة ايدو ماتو ماتو والله كان زات ايدو ماتو ما ماتو. إن شاء الله سداتي هو مول زين الحس من المغنين بابا غنى وقل شين قيدات قليمي ريمي مولات الرد فاردين مولات قدي أصديمي مولات الهول لان قال في الهول وحق تقيمي فيه القيامة حق يا القيامة قيمي ديمي.
ان شاء الله ضر نحكيها لك ان شاء الله. اسكي حتى اسكي اسكي الموسيقى اتواصلتكم. أرض الموت على كل حد من الناس في المستوية والرحمة والغفران بعد للشيخ طالب بويا خلص عاقب تشريك تيديني كبار حالنا كان نضيفه باتو بعد طلب مشي مرحله كان نقدونا انا مشيت لك هذا اكسبتيتك غير ما طلعتي لي ما لي الهوى نهي عليك ولا امر والله لا صرتك يا غلف البال حي ما نزل لك ما هو الحي من البوير اللي فات حير شوابين الوزانة ما حدك حي ولا نحي دانا عنك لمعانا وصرتك يا عز اللي شاف ما يفصل لمولانا ما حدك حي وحي قاف من لبير وحيانا
تبكي للأسف ما قدرنا نرتبط بك أستاذة فاتو، مشينا عندنا بعد خسرنا وقتك و إنما اللي قلنا للمستمعين لا يجيبوك يا خير لا غالب. ميني مختار سيدي احنا فاتوا قاعدين هون لاك نضيفوا يا غير ما رايناه توب للاسف ما عندنا الا هو السوء قال هي عندنا احنا غير الله غالب. تعذري وفاي لك الغدرو إلا صحائف يا حروفها من كف كاتبها بشروع درتي كان الصباي اللي ساحل دار البكاي وقليقه لباه اللي جاي من حرد احمان المزي حرد احمان اللي مززيه من تل وساحل تيز الزايل معسري ودي عسري من حرداك الصباي علي بلي نوبة عني عهدي بيه عورض كان عليك سيب مزالي عورض ورك علي عالم بعد بديار عالم بعد بدار من ديار تندر ما فيه تكدار قيرت معاون ست الابصار ميمة فيها فغنيمة وعطينا روغ بشد اخبار فيه خصومة والتمتيمة وعلينا طاحت الاصفرار الخيمة وسمعت كليمة وقبضنا الاثنين الحمار وسمكنا الاثنين الخيمة سمكة ما تركت مني قاد شلاهي رفت تخميمة ما هو بميمة والله زاد يطرحها ما هو بميمة. اسمع عدل محمد يحضيه عالم بعد بدار من ديار تندر ما فيها تكدار قيرت معاون ست الابصار ميمة فيها بغنيمة وعطينا روق بشد اخبار فيها وخصومة وعطينا روق بشد اخبار فيها خصومة والتمتيمة وعلينا طاحت الاصفرار الخيمة وسمعت كليمة وقبضنا الاثنين الحمار وسمكنا الاثنين الخيمة سمكة ما تركت مني قال شلاي رفد تخميمة ما هو بميمة والله زاد يطرحها ما هو بميمة.
ثقة اسماعيل محمد الحضي. شوف مغني عارف يلبال ان التجادل في الجملانية مازال فم عارف عن هي البال مسي الهبينات واخذ القليب اللي شرق بالحال فم وفم بلد الماخو قليب التمايم حاد يلي عمني ما نواخو عم بلو والتيدو وزاد الماخو مازال تماخو باطل لجيت تتمشاي من قبل راسك تمشاي بالحزم والعطيب وتشاي حزم اخر كيف تمد شر ونسيتي ما نظفر خلاي قرنك متفرفر بعد مر وضحكتي عاقب ذاك وفاي يحرق بي اللي قط ظفر وتمرمر من عداد الجاي والسما نظفر قرن اخر ضحكك وتقاطعك للطيش شوفي ذا الليل ومحضر من البعر والويل والحشيش والويل والحشيش والبعر انا اللي متليع بيك نبغيك ولا نبغي خاطيك ولا قلتي عني يحضيك طاري لشي فيك كذبتي مان الله والله صرت كذيك ما طاري ليكون زدتي عن كنتي وكان مغليك علي مازال سمعتي دور التمم اللي زاد ما حدك حي لا قلتي عنك الريم اقلب الصح انك الريم اقلب الصح كنتي لعدتي من عدتي اغلعتي من كنتي هحسكي مغلاك اضرك كنتي والله بعد اللي كنا نبقوا قبيل اخذتنا المعلوم والفنانة اللي قال علينا كاملين فهات تشارك معنا غير الله غالب وتوف ان شاء الله بعد ندورنا نسقوا ان شاء الله طريقة تطلع معنا بيها في الحلقات الجاية ان شاء الله قولي لراجل جاك شدور هو ذاك انتي مانك هاك مرقم مسمينة وعرم الشمال جاك وتخينة وشوينة ورواسك المشكرد حدولك الوذينة وفيمك كل بلد منه في سنين الله إلا الله إلا يا الله يا الله يا الله احنا اللي معتذرين لكم عن تقصير اخرج في الحلقة بين اللي كنا نبقو تعود معنا فات وكنا منسكينها وانتظار عن نشبكوها معنا ومحاولة تجربتنا اللي كنا نروق على البث هذا كان نخلق شوي فيها بالتالي حتى نصوص كنت محضر عني لين نجيب لكم زادهم مبقاوا في الدوخر وعاد مثلا متخربط كامل ان شاء الله الدور نسقل لكم حلقات خلف لسينا باذن الله تعالى ونطلعوا معانا هم اللي ان شاء الله وفاتوا باذن الله تعالى ونطلع معانا فنان خير ان شاء الله هم اللي في الانتظار باذن الله تعالى يا غير خصوصيه والله خاصيه البث المباشر ياسع المره ما محكم في قضيه تقنيه تحت وتدخل فيها مشكله مولي الشبكه ومشكله الامور ذيك وهذا بعض اعتذار من لكم عن هذا التقصير اللي خلق في قضية الحلقة الليلة والله هذا الارتباك اللي خلق فيها وإن شاء الله والدور ذاك يقود يسقر عنه إن شاء الله بإذن الله تعالى وتوفوا الله نتواجد معاكم ذاك لأن الوقت انتهى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.